رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اللي بيعيش حالة من النشوة، نشوة الانتصار خلال الأسابيع اللي فاتت بسبب الإعلان عن صفقة القرن، وسبب زيادة التطبيع المعلن مع دولة الكيان الصهيوني، أيضا بسبب المواقف العربية التي امتازت بالميوعة التي لا تخلو من الخيانة والتطبيع من بعض الأنظمة العربية. أمس بنيامين نتنياهو على حسابه الرسمي كتب تغريدة بيقول: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية، أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط، فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا. بهذه الطريقة اتكلم أو بمنتهى الصراحة، يعني حاجة في منتهى الصراحة والشفافية قالها بنيامين نتنياهو عن علاقته ببعض الدول الإسلامية والعربية خلال السنوات الماضية. في نفس الوقت وقبل هذه التغريدة بيوم واحد كانت السودان بتسمح لأول مرة في التاريخ بمرور طيارة تتبع للكيان الصهيوني من الجو أو من الفضاء السوداني. أيضا قبلها بيومين تم افتتاح المعبد اليهودي في محافظة اسكندرية في شارع النبي دانيال بتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليون جنيه مصري. حضر الافتتاح السفير الصهيوني ووفد من دولة الاحتلال ومجموعة من الطائفة اليهودية في مصر. تم نقل الحفل على بعض القنوات المصرية وكذلك على القنوات العامة في دولة الكيان الصهيوني. لكن اللي علق مع الناس في اسكندرية هو الإجراءات الأمنية اللي اتبعتها وزارة الداخلية في اسكندرية، اللي تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. ممنوع حد يتحرك، ممنوع حد يتكلم، قفلوا المحلات وضلموا الشوارع، والحجة افتتاح المعبد اليهودي. اسكندرية أو صفحة اسكندرية العامة بتقول: إجراءات أمنية مشددة في محيط محطة الرمل باسكندرية خلال افتتاح وزيارات المعبد اليهودي بعد ترميمه بمئة مليون جنيه. أما أبو علاء بيقول: 180 يهودي مصري يفتتحون كنيسة إلياهو هانبي اليهودي باسكندرية في طقوس احتفالية وبمشاركة السفير الإسرائيلي بمصر ووفد رسمي من دولة الاحتلال. بيقول: والفلسطينيون ممنوعون من الصلاة في المسجد الأقصى. محمد أيضا بيقول: بعد احتفال الحاخامات اليهود في طابة وإقامة الصلاة اليهودية والاحتفالات لأول مرة في المعبد اليهودي في اسكندرية، أحب أقول مبروك علينا الاحتلال الجديد. احنا خرجنا من الاحتلال الفرنسي، دخلنا الاحتلال الإنجليزي، وبعد كده للاحتلال العسكري، وحاليا مصر محتلة من الصهاينة. هكذا علق محمد. أو داليا بتقول أيضا: عقبال ترميم المستشفيات والمدارس والكباري ورصف الشوارع احتراما للمصريين اللي عايشين في بلدهم مصر، مش صرف 100 مليون علشان 100 يهودي عايش في محافظة واحدة جوه مصر. لكن الموضوع أيضا اللي زعل ناس كتير وأغضب ناس كتير بعد افتتاح هذا المعبد اللي اتكلف 100 مليون من جيوب الشعب المصري، راح بعض المصريين خلال الأيام اللي فاتت، خلال امبارح وأول امبارح، عشان يدخلوا المعبد عشان يتفرجوا. بواقع ان المعبد ده تابع لوزارة الآثار المصرية، اكتشفوا او لقوا قرار من وزارة الآثار المصرية بمنع اي مصري يدخل هذا المعبد حتى لو كان بتذكرة. تخيل معبد على ارض مصر تكلف 100 مليون جنيه عشان يتم ترميمه، وبالنهاية ممنوع اي مصري يخش، وكأنه احتلال عسكري او احتلال لمكان مصري. من الناس اللي حاولت تخش وفاء واللي كتبت على صفحتها بتقول: كنت بتمشى في محطة الرمل مع بنتي في شارع النبي دانيال، لاحظنا حاجة غريبة، الشارع ضلمة وأغلب المحلات قافلة وفي حواجز زي اللي عند الكنائس. المهم وصلنا للمعبد اليهودي، بنتي قالت تقريبا هيفتتحوه. سألنا الحارس: هي الزيارة إمتى وبكام؟ الرد كان: حضرتك مصرية ملكيش دخول، اليهود فقط. فقالت أو بتقول: هو احنا فين؟ ايضا تعليقا على ذات الموضوع منع المصريين، سلوى بتقول: طب ايه، محدش هيرد؟ طب ان كان ممنوع علينا كمصريين ان احنا ندخل المعبد اليهودي اللي في ارضنا، هل كمان ممنوع علينا ان نفهم ليه المنع؟ هو المكان ده ملك وتابع للدوله المصريه ولا من ملحقات او ممتلكات القنصليه الاسرائيليه في اسكندريه؟ ومين تحديدا اتحمل تكاليف ترميمه بهذه الطريقه وبهذه الاسئله المشروعه جدا
اللي بيسألها المصريين، يا ترى ليه بعد دفع 100 مليون جنيه من جيوب الشعب المصري بيتمنع المصريين من دخول المعبد اليهودي؟ هل المعبد اليهودي ده تابع للدولة المصرية على أرض مصرية، ولا هو تابع لدولة الاحتلال الصهيوني والسفارة الصهيونية في القاهرة؟